بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده ومنورنا، كابتن شريف عبد المنعم. كل سنه وحضرتك طيب ومشرفنا ومنورنا. كل سنه طيب يا ايمن، وكل مصر كلها وهي بخير. عيد اضحى علينا جميعا، وكل سنه وجماهير النادي الاهلي بألف خير. كابتن علاء مشرفنا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب يا ايمن، وكل سنه وكل المصريين بخير يا رب، وكل سنه وجميع الاهلي طيبين وبخير، وكل سنه طيبين قناه الاهلي اللي عاملين فيها، وان شاء الله تبقى ايام حلوه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن اسامه كل سنه وحضرتك طيب، شرفنا ومنورنا يا كابتن. الله يخليك يا ايمن، كل سنه طيب، والشعب المصري كله بخير، والامه الاسلاميه، والناس طبعا الشغالين هنا، وجماهيرنا، وكل من ينتمي للنادي الاهلي، وطبعا ينتمي للاهلي عشان احنا، لكن كل الشعب المصري طبعا. كابتن علي عبد الرحمن كل سنه وحضرتك طيب، مشرفنا ومنورنا كابتن. كل سنه وانتم طيبين يا كابتن ايمن، ومصر كلها بخير، والامه الاسلاميه كلها بخير وسلام ان شاء الله. وبخص كل سنه وطيب جمهور النادي الاهلي بفرحتهم بافريقيا كمان. الحمد لله. كابتن شريف عايز ابارك لك على العشره، وعايز اقول لك ان البعض تجاوزا البعض اللي هو يعني محايد، يعني بيقلل من اهميه بطوله افريقيا العشره اللي خدها النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. العيد عيدين. ايوه. عيد الاضحى وعيد العشره وعيد البطولات كلها. ها؟ الناس اللي هي نفسيتهم تعبانه شويه من حقهم انهم يتعبوا. لان ما ينفعش انك انت تقارن نفسك والحمد لله بالنادي الاهلي. النادي الاهلي افعال، كنت شايفك بتتكلم. صحيح. مش كلامه خلاص. النادي الاهلي بيبص لنفسه وبيبص على تاريخه ودستوره والمبادئ كمان، ان احنا ما نبصش لحد غيرنا يعني. صحيح. وان كان اي حد غيرنا بيبقى موجود في اي موقف وطني، واحنا بنتمنى له دايما تقدم، وبنتمنى له دايما النجاح، لان ده بيبقى شكل مصر كلها. صحيح. فمن ابسط الاشياء ان انت لما يبقى فيه نادي القرن بيلعب في اي حتة، او عنده مسؤولية وطنية ان هو يحقق نتيجة بطولة افريقية اللي هي مش بالسهل، انك انت اربع مرات توصل. صحيح. الفاينل فيش فرقة في العالم في اخر خمس سنين. فيش فرقة في العالم بتوصل كده فاينل اربع مرات، حتى بايرن ميونخ وريال مدريد تبقى صعبة عليهم جدا يعني. مزبوط. الفرق كلها بتحاول انها تكون ليها وجود، وفرق كلها ليها اسماء، وفرق ليها كان شمال افريقيا او عموم جنوب افريقيا او اي حته في افريقيا بيتمنوا اليوم ده. وكان على سبيل المثال ان كايزر شيفز يوصل الفاينل، اذا الناس كلها بتشتغل. صحيح. الناس كلها تتمنى هذا الشكل، فعندما تتمنى هذا الشكل فيا اخي الاخ بيحسد اخوه يعني، فاهم؟ ايوه. بالك انت بقى عايزين يتحسسوا ان هم يبقوا معاك او يكون ليهم وجود، فبيطلع تجاوز شويه او بيطلع بتاع. انما احنا مسامحين، واحنا في طريقنا وبطولاتنا واللي تربينا عليه واللي بنعمله دايما دي مسؤوليه تجاه جماهيرنا كلها. صحيح. كابتن علاء، طبعا النادي الاهلي الملك، زعيم افريقيا، ومين غيره زعيم افريقيا بالارقام وبعدد البطولات اللي خدها النادي الاهلي، وبالارقام اللي بيحطم ارقامه النادي الاهلي، بيحطم ارقامه القياسيه اللي هو عملها قبل كده. يعني لو بصينا على الارقام هنلاقي حتى في بطوله افريقيا الضعيفه النادي الاهلي خد 10 بطولات، واقرب المنافسين ليه واخد 5 بطولات. هو كبير وسيد افريقيا النادي الاهلي، ممكن يعني في الموضوع ده كتير، لكن انا عارف دايما لما تسمع كلام اللي هو حد بيشكك في انتصاراتك وبطولاتك تسكت، عشان يعني عارف انت ايه اللي هو خلص الكلام يعني، فاهم؟ حتى كابتن شريف بيتكلم ومش عايز كلام معاه، يقوله كلام خلص خلاص. صحيح. يعني اللي هو انت عايز تقول له انت بتتكلم على ايه وبتقارن ايه بايه. مظبوط. وقصدك ايه يعني يا جماعه؟ المره مليون اللي بيتكلم على حد او اللي بينقد حد او بيشكك في نجاح حد على الاقل يبقى قريب لي. صحيح. بس انا كده ممكن اقبلها. أيوه. اقول يعني قريب، فانا عايز اوصل ان احنا الحمد لله نادي الاهلي في حته بعيده خالص للمره الثالثه، للمره مليون، هنا في نفس الكرسي بتاعي ده. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد الملكي في عدد البطولات، افهموا يا جماعه احنا بنتكلم على ايه. ريال مدريد الملكي في اسبانيا
النادي الاهلي بيقرب له. صحيح. هوش يعني عارف لما جماهير النادي الاهلي او حد في النادي اللي يطلع ينتقد ريال مدريد البطوله دي كانت ضعيفه، انا ممكن اقبلها عشان اقرب لك، فانا ممكن. انما انت بتتكلم على ايه؟ احنا بعيد كل البعد الحمد لله رب العالمين عن حتى المنافسه المحليه، المنافسه الافريقيه. انت دلوقتي بتتكلم على النادي الملكي ده عينك عليه، فانت عايز توصل له. فعشان انت بص ايمن، انت باصص لايه؟ فما ينفعش ترجع بنظرك ورا. مظبوط. خلاص انت دايما خليك انت دايما باصص للعالي، باصص لفوق الحمد لله رب العالمين وعن جداره واستحقاق. صحيح. مفيش بطوله في النادي الاهلي بتاخد عشان اسباب وكلام من ده، بطولاتك كلها واخدها بتعبك، بعرقك، بادارتك، بجماهيرك، باجهزتك الفنيه، بكل حاجه. فاللي هو ما تردش، والله العظيم السكوت حلو قوي قوي بجد. السكوت حلو، قول لهم ماشي. السكوت اكبر رد. اه والله ايه، تسكت لهم ماشي خلاص. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك العشره. ودايما يا كابتن اسامه بعد الماتشات الكبيره او بعد البطولات الكبيره بيحصل نوع من انواع الاسترخاء كده، بتيجي دايما الماتشات اللي بعد البطولات مباشره بتحس ان في استرخاء شويه في الملعب، تحس ان البدايات بدايه المباراه مش هي البدايه القويه اللي بتحسم بيها المباراه من البدايه. الناس بتقلق دايما. لو تفتكر برضو السنه اللي فاتت كنا اعتقد كنا بنلعب البنك الاهلي مش كده؟ مش فاكر. اما عمل ممر شرفي بعد ماتش الزمالك والقاضيه، ممكن كان في برضو نوع من انواع الاسترخاء وضاع مننا نقطتين. اه كان في جول اتلغى ولكن ضاعت مننا البدايه فضاع مننا نقطتين. يعني قبل ما اتكلم في النقطه دي برضو تكمله لكلام شريف وعلاء، النادي الاهلي في حته تانية خالص. فمبروك لجماهيره، لمجلس ادارته، لجهازه الفني، للاداري، لكل العاملين في الاجهزه بتاعته، الف مبروك. النادي الاهلي بيلعب نفس الفرق اللي كل الفرق الافريقيه بتلعبها. يعني هل النادي الاهلي مطالب ان يستورد انديه من الخارج عشان يلعبها في البطوله عشان يتقال انه دي الفرق دي قويه او مش قويه؟ طب ما هو نفس الفرق من اول دوري المجموعات لدور الثمانيه اللي قبل النهائي، نفس الفرق هي دي اللي لعبت كلها بعض. ايوه. كايزر شيفز فاز على الوداد وخرج سيمبا. صح. النادي الاهلي قبل النهائي مخرج سان داونز، وقبل نهائي الترجي، وقبليه في دور الثمانيه سان داونز. يعني كل الفرق اللي كانت مرشحه للبطوله النادي الاهلي خرجها قبل كايزر شيفز. فيعني كلام صحيح لا نلتفت ليه يعني، ومبروك ودايما في انتصارات دايما. بالنسبه انت كنت قلت لي السؤال كان، انا بس اتهمني الاسترخاء بعد الماتش. الاسترخاء دايما بعد الكبير. يعني هو احيانا بتحصل مش على طول. يعني النادي الاهلي يمكن حتى من ايامنا كنا متعودين على الامور دي، يعني بنفصل، بنخرج من بطوله لبطوله، بناخد بنكسب بطوله بنلعب بعديها شويه مثلا دوري، بنلعب كاس، بنلعب افريقيا، يعني متعودين على هذا الموضوع. ولكن احيانا في بعض الاوقات او في بعض السنين ممكن يجي جيل مثلا او بعض او مجموعه من اللاعبين او ممكن تكون مش واخده بالها من النقطه ديت. اعتقد انه اكيد سواء يعني سيد عبد الحفيظ ومستر موسيماني اتكلموا، او اللعيبه القديمه زي وليد سليمان والسوليه والناس اللي بقى لها كام سنه في الفرقه اكيد اتكلموا مع اللعيبه في الموضوع ده. لانه كمان الرفاهيه في انك تضيع نقط السنه دي في الدوري، لا مفيش، صعبه شويه. ايوه طبعا. لانه الماتشات بتقرب قوي، والزمالك هو المنافس الطبيعي لينا في البطوله السنه دي قريب قوي، يعني الموضوع مش مستحمل. فما اعتقدش، يعني اتصور انه لعيبه النادي الاهلي واخدين بالهم من النقطه دي. ويمكن الشناوي قبل ما يسافر الاولمبياد كان قالها، انه احنا تعهدنا بعد المكسب العشره انه هنركز جدا في الدوري ولازم نبص للدوري العام. صحيح. فاتمنى يعني الموضوع ده ما يحصلش ان شاء الله النهارده او في اي ماتش من الماتشات الجايه. صحيح. لان النقطه هتبقى غاليه جدا في الماتشات الباقيه دي. صحيح. ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك العشره، وبطولات النادي الاهلي وتحدياته لا تتوقف. تحب تقول ايه للبعض
ان هم بيحاولوا يقللوا من انجازات ويشوهوا حجم الانجازات الكبير وحجم البطولات الكبير للنادي الاهلي. طب انا موافقك ان البطوله سهله، طب ما انت خارج من الدور الاول، يعني تبقى انت اضعف الضعيف الضعيف، يعني يعني مفيش منافسه، يعني مفيش كتبيه كوره في مصر. خلينا بقى نتكلم كلام واضح، مفيش حاجه اسمها، ولا في افريقيا حتى، انت النادي الاهلي متسيد بطوله الدوري اضعاف الاضعاف بينك وبينك وبين الثاني، بطوله افريقيا الضعف بقت الضعف كمان. فاظن يعني المفترض ان كل الناس تسكت. عارف في مثل يا كابتن، بس لازم كلنا نبقى حاسين احنا، ومش هقول المثل عشان المثل ده صعب شويه، لكن مش هقول، لكن خلينا نرجع ان لو انت شايف ان بطولات افريقيا ضعيفه وما بتعرفش توصل فيها لدور ال16 تبقى انت ضعيف جدا جدا جدا، يبقى ما نتكلمش في حاجه تانية. وحاجه تانية كابتن علاء قال كلمه عجبتني، الاهلي طول عمره بيبص لقدام، انت زي السبق صحيح، انت اول ما خدت العشرة انت بتدور في ال11، مظبوط، وده المكسب الحقيقي. اقول لك حاجه تانية يا كابتن، التقارب في الدوري السنه دي ايه؟ انت بقالك 3 سنين 4 سنين ما فيش تقارب بينك، بتكسب ليها بمده. التقارب بس السنه دي انك انت خدت بطوله افريقيا وبعدين طلعت على كاس عالم الانديه، كان الاهلي عنده ارتباطات اكتر واقوى وعنده جهد اعلى، علشان كده رجع في تقارب شويه. لكن اقول لك حاجه، كمان 4-5 اسابيع ان شاء الله يكون النادي الاهلي يكسب المباراه اللي جايه. والحاجه الثانيه المهمه، النادي الاهلي كان جيد جدا في الحته دي، انه وافق انه يلعب ماتشات دوري صحيح من غير محمد الشناوي، مظبوط، ودي حاجه يعني من غير 6 لعيبه، لا وبالذات يمكن 6 لعيبه قول منتخب، لا انت بتتكلم على اللي فوق كمان، يعني الست لعيبه، انت عندك لعيبه كتير بيلعبوا في المنتخب الاولمبي طبعا، لكن كمان انا بكلمك على انك كمان لعيبه فوق فوق اللي هم الثلاث لعيبه الكبار، منهم اهم عنصر عندك في النادي الاهلي ومحمد الشناوي، غير العناصر كلها مهمه عندك اللي في المنتخب الاولمبي، لكن كون ان النادي الاهلي يوافق بالامر اللي زي ده، فانا انا بحييه على دي. وانا عارف ان النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب، ان شاء الله يعوض، يعني يعوض اللعيبه دي في المباريات النهارده، وربنا يسهل. ومبروك العشر، وفي الاخر نبتسم انت في العشر. طيب هنروح لفاصل او نروح لتقرير الاول عن مباراه اليوم بين النادي الاهلي والبنك الاهلي، وبعدين نطلع لفاصل ونرجع.